بس انت كأهلاوي مش متضايق؟ هو متضايق، هو حالة الظلم متضايق، بس سبحان الله. بص انا عندي حاجة مش عارف، انا عارف الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله يعني، فاهم قصدي؟ اللي هو يعني مهما يحصل برضو في حاجات كتيرة ما كانتش بحد متوقعة تحصل، لكن مع النادي الاهلي بتحصل، فاهم؟ هي دي الفكرة، انه يعني واثق من الفرقة البطولة، قادرين ان هم يحققوا اللقب الثالث على التوالي يا رب ان شاء الله. لانه الحقيقه اللقب الثالث على التوالي يعني استعصى قبل كده في 2007، وبالتالي احنا نفسنا ناخده مره تانية، او نفسنا نبدا بقى يكون، او تبقى اول مره في التاريخ ان يحصل. انت عارف ان انا بقول الكلام ده ليه؟ عارف لو البتاع في مثلا موجود، احنا النادي الاهلي موجود في قاره تانية، في مش عارف ايه، تقدر تعمل شكوى، يقدروا يفكروا في بس في اتحاد الفريق مفيش حاجه بتحصل، وانت عارف الكلام ده شخصيا. مفيش حاجه بتحصل ومفيش حاجه بتتغير. يعني انت، لكن رغم كل الفساد ده ان شاء الله الاهلي قادر انه يحقق البطوله الثالثه على التوالي. يا رب ان شاء الله. النادي الاهلي على رأي انا برضو، انا بقول لك انا وجهه نظر، انا حتى لو النادي الاهلي حقق هذه البطوله ومن قلب المغرب، ها انا هبقى متضايق، لانه لا بس هتلاقيها بطعم تاني، هتبقى تلاقيها بطعم تاني وحلوه وكل حاجه، ولكن مش هغير، مش هبقى متضايق، هبقى مبسوط طبعا، لكن مش هغير كلامي. انا ده قصدي، ان انا مش هغير كلامي، ان انا ما ينفعش الاتحاد الافريقي يعمل كده. بس هو حتى لو في مصر، انا بقول لك حتى لو في مصر الكلام، الاتحاد الافريقي ما فيش عتب عليه، ما هو معروف. يعني هو بص في كل الاحوال بيعمل عكس اتحادات العالم كلها، وكل حاجه في افريقيا مختلفه. يعني انا جبت الاتحادات، الاتحاد الاوروبي عمل ايه قبلها بسنتين؟ أيوة. بيقول لك احنا هنلعب في الحته الفلانيه ايوه اصل طبيعي، ما فيش بطوله في العالم. انت مثلا دلوقتي انت عايز تعمل ماتش من دور واحد، اللي هو ماتش واحد فاصل، انت بتحدد من قبل سنه، يعني قبل ما توصل. يعني مثلا في اوروبا معروف النهائي كان دوري ابطال في باريس من السنه اللي فاتت، صح؟ فانت جاي تغير تعمل قبل، هو كان في روسيا واتغير لباريس ده كمان، ما عملش مثلا في السيمي فاينل اللي هو قبل ما يشوف وضع الفرق، ده عمل كمان غير ده، عملها بعد ما اصلا الفريق خد 50% من الماتش. يعني صح، الوداد نسبه كبيره ضمن التاهل، صح ولا صح؟ يعني ما فيش يعني فجر اكتر من كده بصراحه. مفيش، لا لا الموضوع صعب قوي، بس بقول لك لازم نتجاوز كل الكلام ده، لازم نروح للناحيه الايجابيه اللي بتخص لازم الفريق، لازم نحولها بناحيه ايجابيه. نعم. والامر ده دايما تعرف المظلوم بيلعب بيطلع باور زياده، طاقة أكبر. او بيطلع طاقه اكبر اللي بيحس بالظلم، فهو ده لازم العامل الايجابي اللي ناخده عشان طبعا، لانه خلي بالك برضو من ضمن الامور اللي لازم هنتكلم فيها، ولكن ان شاء الله لما النادي الاهلي يصل للمباراه النهائيه، لان النادي الاهلي حتى الان لم يصل للمباراه النهائيه، يعني من ضمن الامور ان انا عايز 50% من قيمه من مساحه الاستاد. لو هتتلعب بقى في المغرب يبقى انا من حقي 50%. وهي دي بقى اداره التسويق في النادي الاهلي او الاداره المسؤوله على الكلام ده مع الاتحاد الافريقي، لازم تتحرك من دلوقتي في الامور دي. والاي اي برضه في حاجه، سواء كانت الدوله او قطاع خاص، يساعد ان ازاي يوصل الجماهير النادي الاهلي، يقدر يعمل من خلال تنظيم رحلات، من خلال الكلام ده كله لازم نتكلم فيه بعد يوم السبت. بالظبط، بعد يوم السبت او الاحد. دي حاجه، انه ازاي ينظموا رحلات وتسهيل الاجراءات، تسهيل الاجراءات سواء كانت فيز او ماديا. يعني مثلا في السنغال، في الكاميرون المباراه النهائيه كانت في السنغال، كانت في طيارات بتطلع من هنا من مصر، برزنتيشن سبورت ايوه ما هو ده اللي قصدي عليه، طلعت من غير ولا تاشيرات ولا حاجه، تنزل تروح تحضر المباراه وترجع وهكذا. ممكن كان عندك فوق ال 10,000 وال 15,000. ممكن تحصل، دي حاجه هتساعد النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي يشتغل عليها. وفي نقطه ثانيه مهمه قبل ما انساها، اتفضل، انه انت دلوقتي عندك ماتش يوم 14 وعندك ماتش نهائي يوم 30 ان شاء الله لو ربنا قدر ووصلنا النهائي. اتمنى من الاتحاد المصري انه يعيد ترتيب ماتشات الاهلي، وما يحاولش يضغط ماتشات الاهلي في الدوري، بحيث انه الفرقه، انه الاهلي ده بيوصل مصر وصوله النهائي، يعني في النهايه مكسب مصر. اتمنى ان هم يقدروا يسهلوا على الاهلي، ما يضغطولوش ماتشاته، بحيث انه الفرقه توصل هناك مرتاحه وتوصل في اكمل جاهزيه.